كذب ماله رجلين، بس اكثر شيء ماشي هالايام. هات لي انترو لقلك. هات لما تطلع من الامتحان وتسأل الفيار شلون كتبت، بيقلك والله يمكن انجح. انت بتنصدم وبينجقن تمك انه انت شفته جوا مبلش نسخ خيو بالورقه وما عم يرفع راسه يتنفس. سبحان الله، كان عم يكتب عن طريق التكاثر انثى البطريق وما عم يحل الاسئله، بس بتروح ايام وبتجي ايام وبتطلع النتائج بيكون ناقصه علامه او علامتين لحتى يصير التامة. انه ليش يا بصلة السيسائية؟ ولك يا بنكرياسي، يا معلاقي انت، ليش عم تكذب علي ليش؟ ولك والله انا ما بصيب بالعين. لك حتى نسوي الكذب شغلة حلوة لوناها كمان، كذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة بنفتحي. البنفتحية بتجي اقوى من التنتين، بتكون معطرة بريحة الحب والعاطفة والحنان. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، لما بتكون قاعد انت والغير الفريل تعبيتها، يعني حبيبتها، بتسألك بتحبني؟ انت هون لجزء من الثانية بتنشل وبينربط لسانك، بصير بدك تشرب من طاسة الرعبة 3 مرات لحتى تنطق، وبعدها بتطج لهذيك الكلمة ايه بحبك. يعني بتطلع من شفاتيرك، ما بتطلع من قلبك، لأنه قلبك بكون جايته الجلطة من هول الفاجعة. ولا المجنونة بتصدق، بتقوله ايه أصلاً بعرف، كنت حاسب هالشي. ولك تضرب بكانة وأخواته إن شاء الله. انت وحسيسه قال بعرف قال. لحد الان الاتهامات شغاله وقصف عشوائي بخصوص هالموضوع. النسوان بيقولوا كل الرجال كذابين، والرجال بتقول كل النسوان كذابين، واثنيناتهم اكذب من بعض. خذوني انا مثلا، بدق لي ابوي بقول لك ابني وينك؟ صار لي ساعتين بغرفتك عم بدور على باكيت الدخان ما عم بلاقي، مقطوع من الدخان انا. يا بقر الحنان، انا ما بدخن، لشو الاتهامات الباطله؟ بقول لي ما عم تدخن؟ والاقزام التسعة اللي تحت تختك شو عم بسوي؟ طالعين مشوار يعني؟ قصده على عقارب سيجارة ابوي. بالاخر الرجال والنسوان اثنيناتهم بكذبوا على بعض، الا من رحم ربي. ولك كلكم والكذب بين اصدقائكم تاني. يا احمد وينك؟ 5 دقائق بكون عندك. انت بتكون بالقهوة قاعد وبتطلب اول فنجان بتشربه، بترجع بتدق له، احمد وينك؟ بيقول لك 3 دقائق، تطلب فنجان ثاني بتشربه، ترجع بتدق له لك، يا احمد وينك؟ 5 دقائق بكون عندك، بدك تطلب ثالث فنجان، القنصون بتطلع عليك نظرات المطلقات، انه قوم افرقنا بريحة طيبة، واخيرا بتشرف احمد، لك يا احمد وين كنت؟ لك شو بعرفني؟ زحمة مواصلات، بألمانيا وزحمة مواصلات، يا رجل شو هالكذبة؟ لذلك اليوم نصيحتي لكم بلا كذب بلا كذب، وإذا اضطريت لحتى تكذب اكذب كذبة تتصدق واحبكوها مزبوط يا اخي، حتى ما تنكشفوا وتتبهدلوا. والله عم احكي مشانكم. والكذاب اللي بقول انا مشترك بالقناة تعبيتي وحاط لك سكسكربايت، ولحد الان هو مو مشترك بالقناة تعبيتي، يا شيخ شايفك بس عايفك، كله ببين عندي. خلص لا تنزعج، عم بلطف جو، واذا بتسمعوا مني اكثر بلاقيكم كذب كله على بعض. ومنكم واليكم وابو الفوز بسلم عليكم. لهون بكون خلصت حلقتنا، حطوا لي لايك وسكسكربايت وتفرجوا على الفيديوهات الماضيه. وبحب اسالكم وين وصل بعدد المشتركين تعبيت ال10000؟ ولا تنسوني مهما كرهتوني، اضلوا بخير، تلاقوا الخير، سلام عليكم.